يا أم المصر يا غالية، بسمي بربي وبعهدك لآخر ثانية في الدنيا، هعيش دايما شايل اسمك في كل بلد هخطيها، يا أمي هشرفك فيها وأحلامك هعديها، وكله يهون عشان خاطرك يا أمي. يا أمي انت اللي ربيتي، وتعبك فينا مش هيروح، وهنرد الجميل ليكي ولو حتى بطلوع الروح. يا أمي انت اللي ربيتي، وتعبك فينا مش هيروح، عشاني طول عمري، وياما سهرتي من غير نوم، وكنت في سكتي جنبي وكبرتيني يوم ورا يوم، فحضنك عشتي واختاني وتعياني وشيلاني، ودايما كنت شايفاني انا فيكم والحياة دي فوق. سلم عليك دكتورة هلا، ويا ريت تشوفنا. قول له النبي يتفرج علينا، احنا على الهواء على فكرة. خالد بيعمل مكالمة مهمة جدا مع مرشح رئاسي مهم جدا. احنا على الهواء، وكل سنة وانتي طيبة يا أجمل أم في الدنيا، أجمل أم كل أمهات مصر. وزي ما قلت النهاردة عيد الأم، لازم كلنا نفتكر أجمل وأعظم أم في الدنيا، أم الشهيد، أم خالد سعيد، أم مينا دانيال، أم هقول مين ولا مين ولا مين، بسيوني وسارة، يعني أسماء محفورة في وجداننا. الحقيقة ضيوفي النهاردة، ضيفي بيؤمن أن الثورة طريق للآلام، مع كل خطوة عقبة ومع كل عقبة جرح، لكن النهاية إن شاء الله هتكون سعيدة. يا ترى هو مؤمن بكده؟ عمر، احنا مش عايزين نقول اسمه، انتوا نمتوا؟ ايه البرنامج اللي مش عارفين نديره في ايه يا جماعة؟ طيب انا كنت عاملة الحركة ان انا ما اقولش اسم ضيفي واقول لكم الكلمتين دول وننزل الفيديو، لكن استاذ عمرو هتنزل الفيديو ولا اقول اسم الضيف؟ سيادة الرئيس، هي ثورة ولا مش ثورة؟
هو برلمان ثورة ولا مش برلمان ثورة؟ هو ده السؤال يا ريس اللي الشارع بيسأله. هو برلمان ثورة، هو مجلس قيادة لهذه الثورة، هو برلمان قادر أن يفعل ما لا يستطيع غيره أن يفعله، لأن احنا الوحاد المنتخبين يا سيادة الرئيس. فالنهاردة لما الأغلبية تقف وتقول نحن نستطيع سحب الثقة من الحكومة وتطالب بسحب الثقة من الحكومة ولا نسحب الثقة من الحكومة، بيجي لنا شيزوفرينيا يا ريس سياسية. ازاي تبقى الأغلبية أو البرلمان كله عايز يرفع الثقة من الحكومة وبيقول أنا أقدر أرفع الثقة من الحكومة وما يرفعش الثقة من الحكومة؟ ده سؤال عجيب بيسأله الشارع يا ريس. هيعملوا فينا اللي عملوه مع اللي قبليهم؟ حكومة إيه يا ريس اللي أنت بتحاسبها يا ريس؟ ما أنت عارف السلطة مع مين يا ريس؟ السلطة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي جاب عصام شرف، جاب شفيق وجاب عصام شرف وجاب الحكومة دي. واحنا النهارده يا ريس هيعملوا فينا اللي عملوه فيهم؟ عشان الشعب يقول لك برلمان اهو جه ولا عمل حاجه ولا نيل حاجه، وبيقول لك الاسرائيل بيقفلوا سفارتهم وماشيين، يعني ممكن يبقى في حرب اختلاقيه كده اهو ونخش في مرحله بقى ما نعرفش احنا اخرتنا رايحين فين يا ريس. ارجوك لو عايزين تسحبوا الثقه من الحكومه صوتوا، صوتوا ان انتوا تسحبوا الثقه، قولوا ان احنا عايزين نسحب، قولوا هنمشي في في اجراءات، في اجراءات لائحيه قانونيه ليس بهذا الطريق. اتفضل اجلس يا ريس. ليس بهذه الطريقه اجلس يا استاذ مصطفى، احنا بنشتغل لائحه قانوني. انا بقول لك سحب الثقه مش برفع الايدي. اتفضل يا ريس. ثوره اتعامل معاهم كثوره، اتعامل معاهم كثوره يا ريس. مصطفى الجندي اهلا بحضرتك. اتعامل معاهم كثورة يا ريس. ما هي يعني الحقيقة احنا هنتحاسب كثورة. الشعب منتظر من الثورة، الشعب منتظر من الثورة تغيير، الشعب منتظر من الثورة قرارات ثورية، الشعب منتظر من الثورة ان 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 الحالة تبقى احسن، ان الدنيا تمشي احسن، ان الظلم ينتهي، ان ابني يلاقي وظيفة، ان البرلمان ياخد قرار يمشي للقرار. ايوه ثورة، ثورة كانت ثورة ومن اعظم الثورات، بس هم بيحاولوا بكل الطرق. هم مين ده؟ هنشوف بقى، بس دقيقة واحدة نقدم بقى ضيفنا الكريم الفاضل صاحب البرنامج. مش هنقدمه، أنا آسفة، مش ضيفنا. مش انتوا كشفتوني على الهواء تليفونات على الهواء تليفونات اللي بيتكلم على الهواء في تليفونات مرشحي الرئاسة. مش هنقول مين لغاية لما ناخد إذنه. والنهارده تم ترشيح اسمه ليكون في اللجنة التأسيسية من النائب محمد أنور السادات، وهو أيضا الصحفي الذي يسير على خط التماس بين الصحافة والسياسة. ويبدو أن أنت داخل سياسة عمري جامد، ما هو بتترشح في اللجنة التأسيسية. لا ده يعني كترخير. شكرا. لا طبعا أنا ماليش علاقة بالسياسة، أنا صحفي ومش سياسي ومش وما احب يعني. طبعا مع كل التقدير للسياسيين ليهم ادوارهم ومهنه شقه، يعني حاجه شقه اشق من الصحافه الحقيقه، يعني يعني بشفق عليهم احيانا. نرجع بقى للخطبه اللي حضرتك عملتها النهارده. واضح ان انت بتتكلم من قلبك، من القلب دي، ومش مخطط. يعني مش عامل دي حقيقه، يعني دي حقيقه. انا ببقى شايف انا عايز اوصل لايه، او الرساله اللي انا عايز اوصلها ايه. ما قيل قبلي، يعني عمري ما بطلب ان انا اخد الكلمه في الاول عشان اسمع الاخرين، وبعدين في الاخر بقول رايي اللي انا حاسس بيه، اللي انا ساسال عنه. يعني اذا كنا بنحلف اليمين واحنا داخلين عشان هنسال، انا بتكلم من قلبي. يعني النهارده في واحد بيقول لي، وكثيرين بيقولوا لي يا مصطفى اهدى شويه، انت الدوره ديت متنرفز يعني بزياده شويه، فاهدى. والنهارده حتى اخوه من السلفيين قالوا لي يا مصطفى يعني ايه، احنا خايفين عليك، انت بتتكلم من قلبك وبتتنرفز. قلت له هذا اضعف الايمان. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني من راى يا اخي منكم منكرا فليغيره بيده، ما عرفش بايده فبلسانه، ما ادلوش الكلمه فبانه يتزرزر ويتنرفز ويقول كلمه الحق، على الاقل هيسال عنها. يعني اقل حاجه لما تعمل حاجه تعملها من قلبك وتطلع كلامك من قلبك عشان يوصل حتى لقلوب الناس، عشان ما تبقاش منافق يا اخي. هو في مشكله عموما انه في مجموعه كبيره جدا من السياسيين والنواب اللي اشتركوا في الثوره وشافوا حلم التغيير ده بيتحقق ما بين ايديهم في 18 يوم اللي عجزوا عليه 30 سنه، مش قادرين يصدقوا
خالص ان البرلمان ماشي بهذا السياق اللائحي الروتيني القانوني المعقد وما بينجز. يعني يا ريت ده مثلا بيأدي الانجاز كمان ما بينجز. فمثلا هو يقول له يا عم تعامل كثوره، ثوره يا ريس، يعني غير اللي انت عايزه، ده احنا في ثوره، الناس مستنيه قرارات سريعه تزق البلد لقدام. هو يقول له ايه؟ مش بخلق، مش برفع الايدي، في قانون ولائحه. هي ده الفرق دلوقتي. فرق سرعات، عارفه فرق سرعات في البلد، 64 حصان 18 والله يا حصان. يا استاذ خالد الناس مش هترحم، الناس سرعتها يعني الناس مستنيه كتير قوي، الثمن اللي دفع كبير قوي، يعني الثمن اللي دفع الحقيقي كبير جدا، صحيح، وجيلين وثلاثه دفعوا ثمن كبير. الناس نفسها ان بكره يبقى احسن، ومتوقعين فينا ومتوسمين فينا خير، وانتخبونا عشان الدنيا تتغير، مش عشان اغير قانون ولا لائحه. لائحه ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ ده انا جاي اعمل دستور، او اتفاقيه مع كمبوديا. انا جاي اعمل دستور، انا جاي اعمل دستور، جاي اعمل العقد الجديد، العقد اللي هيكتبه الشعب. اللي انا بقول انا منتخب عن الشعب، فانا النهارده بمثل الشعب، هنعمل العقد المجتمع الجديد اللي الشعب فيها يبقى كبير، البلد اللي الشعب فيها لن يجار على حقه. هي دي الثوره يا عم. ما ينفعش ثوره الغني غني والفقير فقير، ما ينفعش. احنا البرلمان بتاعنا خالد 98% منه يمين، يعني يوم ما تيجي تقول لهم هنعمل ضرائب تصاعديه عشان اعمل تعليم ولا صحه، ما حدش هيصوت لك، كله هيرفض، ما حدش هيصوت لك. وبالمناسبه اليمين يعني ايه؟ يعني راس ماليه. فاحنا عندنا راس ماليه أمريكية، وعندنا رأس مالية خليجية، ولكن عندنا رأس مالية في النهاية. طب ما أنت رأس مالية يا سيدي. أنا رأس مالية حق، ولكن أنا رأس مالية وطنية. بقول 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 ومش من النهاردة، أنا قلتها في برلمان 2005، وكان أنا فاكر استنى بس قبل ما تنتقد الرأس مالية اللي في اليمين في البرلمان، ما انت برضو رأس مالية. بس انا بصوت اهو على اليسار. حضرتك هترضى ان انت توافق على الضرائب التصاعدية؟ وهتوافق على ان يحصل يعني ان ثروتك تشارك فيها؟ مش عايز اقول ثروتك لان الناس يفتكروه الفايد، ولا حد، مش عايز ابقى اشبهه بالجماعه اللي في طور. يعني الحقيقه هو فعلا راس ماليه وطنيه وبتعبه وبكده. حضرتك مثلا بتشتغل في مجال السياحه وعندك شركات، هتسمح للدوله انها تخش تشاركك؟ انا هقول لحضرتك حاجه بامانه، يعني هقول لحضرتك حاجه، يعني هتصوت احنا النهارده، احنا النهارده بقى لنا دي بقى لنا سنه. هاي. لا هنتكلم هتكلم كرجل، رجل اعمال زي ما بيقولوا، او رجل يعني في السوق زي ما بيتكلموا، في سياحه بقى، في تجاره، محدش شغال، تمام، محدش شغال. والثوره لو مشيت على الريتم ده محدش شغال. والثوره لو كملت على الريتم ده اللي هو بتاع محدش شغال، وقف طابور عشان تحط بنزين وهسودها لك وهخلي لك الدنيا كلها سودة في وشك، ونكمل كده. والفقير اللي شاف الثوره دي حلم انها هتغير احواله، والصفيح اللي حواليه في البيت دوت هيتغير، يمكن يبقى شقه، شاف الحلم، ومره واحده الحلم ده هيبتدي ايه؟ يتناثر. فهيعمل ايه؟ هيطلع بقى ثوره جياع. في اللحظه دي الغني هيتمنى يقول لك خدوا مالي كله ومشوني، مش خدوا نص مالي ولا تلت مالي. انا بقترح، ودي حاجه من الحاجات اللي انا اقترحتها على اكتر من مرشح رئاسه، اعملوا صندوق واحد كده يقف يدب يقول دي ثورة، احنا هنأمم تلت الثروات اللي تزيد عن 50 مليون، هتخش في صندوق اسمه صندوق ابن مصر مثلا البار، والصندوق ده هيروح في المشروع القومي اللي هيملك اراضي للشباب عشان يطلعوا نزرع نلبس وناكل. هبقى انا راجل ليا رؤية بقى، يبقى انا في ثورة هنا. طب الشيخ حسان عمل الصندوق ولموا فلوس، انا يا فندم هنا الصندوق وضع تاني. الشيخ حسان كان رد فعل الحكومة، ما تلاقيناش فين في فلوس الشيخ حسان يا فندم. يشكر الصندوق يشكر بتاع الشيخ حسان يشكر، كان رد فعل دكتورة، كان رد فعل بيلمه. لسه بيلمه؟ طب اللي لموه يا فندم كان رد فعل جنيه. كان رد فعل على المعونة الأمريكية، واخد بال حضرتك؟ هم يظنوا ان المعونه الامريكيه بتيجي للشعب الامريكي، المعونه الامريكيه جزء منها عسكري وجزء معونات فنيه، يعني ما بتوصلش لينا احنا كشعب في شكل مباشر. ولكن اللي انا بقول عليه، بقول حاجه ممنهجه، احنا محتاجين مشروع قومي، مشروع يحول البلد ديت ويوفر ملايين الوظائف، مش وظيفتين وثلاثة واربعة، مشروع يشترك فيه الشعب كامل، الشعب كله يشترك ويشارك فيه، مشروع اقتصادي قومي كبير، مشروع يأكل ويلبس حاجتين، عشان تبقى عندك سيادة قرار وتدب برجلك وتقعدي تقول أنا مصر، لازم تبقي واكلة
ويا ريت كمان مأكلة. يعني غيرك بيجي بياخد من عندك. يعني بتكفلي غيرك يعني كبيرة. ولابسة يعني قطنك. سترة نفسك وواكلة تقولي كلمتك. هو ده مشروعنا اللي جاي. والسؤال اللي أنا بسأله بقى لكل الناس اللي هي داخلة. مشروع زي ده الأكل والشرب وكلنا متفقين عليه. هتعمل إيه مع 55.5 مليار متر مية؟ ها؟ اللي عندنا واخدينهم في الستينات وإحنا 20 مليون. هتعمل إيه في الزيادة السكانية؟ هتيجي رئيس الجمهورية وتطلع لي بعد 5 سنين تقول أنا عملت اللي عليا وإنتوا بتزيدوا في 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 نسبة السكان وأكلتوا التنمية كلها؟ هترمي على زيادة السكان؟ إيه المخطط الحقيقي اللي إحنا بندور عليه النهاردة يا دكتورة؟ إنت هتعمل إيه ويانا الفترة اللي جاية؟ الفترة اللي جاية يا أستاذ خالد إنت عارف فترة مرعبة، والحرب اللي جاية حرب مياه، والحالة زي ما إنت شايف أثيوبيا هي كمان يا أستاذ خالد راحت انضمت للمجموعة يا ريت عنتيبي دي راحت للمجموعة التروبيك، دي مجموعة تانية خالص بقى تنزانيا وكينيا. هو في إيه يا جماعة؟ وإحنا مش دارين لا لا إحنا قاعدين بنتكلم هنسحب الثقة من الحكومة، واحنا اغلبيه مش عارفين نسحب الثقه من الحكومه. يا اما نقول للشعب احنا لا نستطيع سحب الثقه من الحكومه، واحنا مجلس تاسيسي جئنا لكي نضع دستور وسنضع الدستور، وبعد وضع الدستور تحدد السلطات وكل واحد بعد كده بقى عارف ايه اللي حصل النهارده. انا عايزه اقول انه حصلت ثوره غضب بالبرلمان النهارده بسبب غياب الحكومه. يعني النائب عصام سلطان قال الوزاره بتحرج البرلمان. اللي حصل بالظبط النهارده عايزين نسمعه منك يا استاذنا ونسمعه الاستاذ خالد. طبعا الخبر منشور في اليوم السابع. مجلس الشعب شهد اليوم ثورة غضب بين أعضاء المجلس بسبب غياب الحكومة وعدم الحضور. يعني الحكومة ما جاتش، كان عندها معاد أظن وزير العدل وغضب في الحكومة هو. وزير العدل كان مفروض يحضر ومع ذلك لم يحضر، حتى الوزير محمد عطية اللي هو مجلس الشورى والشعب وزير مجلس الشؤون البرلمانية وصل متأخرا. يعني حصل أنه النواب قعدوا ينتظروا، لكن الحكومة قالت أن عندها اجتماع في هيئة الاستثمار، وان الوزراء قالوا المواصلات زحمه والدنيا واقفه فمش هنقدر نيجي لكم الجلسه. رفع دكتور الكتاتني الجلسه معلنا تاجيلها نصف ساعه. لما انعقدت مره اخرى فوجئوا بان رئيس المجلس والنواب بعدم حضور الوزراء المعنيين، وبعد كده طلب الأستاذ عصام سلطان كان طالب مقدم طلب إحاطة لوزير العدل، وزير العدل ما حضرش بخصوص موقعة الجمل، ومش الملف اختفى. سمعت قصة الملف اللي اختفى بتاع موقعة الجمل؟ هو الحقيقة مش اختفى، هو تركن. لا اختفى، اتركن، بيدوروا عليه مش لاقيينه. ما هو وقت ما هيحبوا يطلعوه هيطلعوه زي هيطلعوه. حاجات كتيره. ما هو اصل النظام لم يسقط. يعني خلينا نعترف بس يا جماعه، احنا كل يوم الصبح واحنا نازلين رايحين شغلنا بنتاكد ان النظام لم يسقط، واحنا راجعين بنتاكد ان النظام لم يسقط، اثناء شغلنا بنتاكد ان النظام لم يسقط. النظام لم يسقط، الفكر لم يسقط، ال 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 يعني هي دي الحقيقة اللي لازم صحيح. نواجه نفسنا بيها ونقول ان الثورة مستمرة يا جماعة. طيب. الثورة مستمرة حتى يسقط النظام، حتى نضع دستور بالتوافق، حتى يكون هناك انتخابات رئاسة الجمهورية بدون مادة 28، حتى وحتى وحتى يا جماعة هو ده الحقيقة. يا طيب. اما نعترف بقى ونقول خلاص. على فكرة احنا عايزين نقول انه طبعا هنسمعك دلوقتي يا خالد، ان احنا معاكم على الهواء ومعانا على التويتر على nasbook.tv وعلى الاس ام اس، وهتعملوا لنا مداخلات تليفونيه. الاس ام اس على فكره انا بشكركم، من امبارح احنا ابتدينا ناخد اس ام اس من مشاهدين على الهواء. هذا الشعب المصري شعب عظيم، شعب رائع، شعب محترم. هحاول على قد ما اقدر اقول بعض المداخلات بتاعتكم، بس يعني انا عايزه اقول ان فخوره جدا بهذا الشعب. لو شفتوا مستوى المداخلات، مستوى الاهتمام، مستوى الوعي السياسي، وبعدين مثلا في كل 200 اس ام اس لما تلاقي واحد مش مهذب، لكن الغالبيه ناس. هذا الشعب المصري شعب عظيم، وانا بشكركم على مداخلتكم معانا. وبما اننا بقى بنقول الملف اللي اتسرق،
بيقول مش عارفة الاسم بسم لما ملف موقعة الجمل اتسرق وشرايط قتل الثوار اتلفت الاخ 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 هنعمل ايه؟ ربي اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. في إحباط بشأن الإحباط أتصور أننا إزاء صراع النفس الطويل من يستطيع أن يحبط من وعليه وعلى رموزنا المحترمين بس روح الإصرار والمتابرة. طه العتباني احذروا ثورة غضب لو وجد أي تزوير في انتخابات الرئاسة عمرو همام. تحياتي للمستشار عبد المعز الحربي على مجهوداته في خدمة النظام الحربي جمال نجاح. برلمان يويو أنا أسفة ده هو اللي بيقول مين اللي بيقول كده لا ما, ما, ما فيش اسمه بس أنت عارف صلاحيات طيب ليه انتخبناه. يعني قضاة مبارك سبب الثورة القادمة. إحنا كده يعني بنشوف أنه حتى الحس الوطني حاسس ان في قدامنا بيقول البرلمان ما بيشتغلش الملف ضاع الثورة مستمرة عندنا احباط ولازم يبقى عندنا امل. طب وبعدين انا عندي احباط انا ممكن اقول على لا انا مش عندي احباط ولا حاجه بس انا عندي ملاحظه فيما يتعلق بترتيب الاوراق الحاليه اللي موجوده في مصر على الصعيد السياسي والبرلماني والثوري ايضا. في تقديري ان في قضايا كتيره جدا حاصله اليومين دول هي قضايا صنعت خصيصا للالهاء اكثر منها للتركيز. أيوة. يا جماعه المعركه الحقيقيه والانتصار الحقيقي الذي يمكن ان نقول ان هذه الثوره انجزت ام لم تنجز ربيع ام خريف ام شتاء ام صيف ام رعد ام برق هي الدستور. وبالتالي انا بظن ان كل فعل او قول خارج معركه الدستور هو لهو خبيث لهو خبيث. ولو كنت أنا من الذين يزورون الفتاوى اللهم أنني كنت قد خطأت وأثمت وهؤلاء الذين يلهون الشارع والنشطاء والبرلمان والصحافة والإعلام والفضائيات عن معركة الدستور. في تقدير معركة البرلمان يا دكتورة مع حكومة الجنزوري معركة فارغة وتافهة ومصنوعة بعناية مصنوعة في تقديري مصنوعة وأقول وجهة نظري أنا قلت كلمتي مصنوعة بعناية يعني فعلا إذا أراد البرلمان يعلم أنه لا يستطيع بحكم الإعلان الدستوري الذي هم يتمسكون به الآن أكثر من أي وقت مضى لا يستطيعون أبدا إسقاط هذه الحكومة. يمكن أن يخوض والله معركة والله يا خالد قلت لهم كده قلت لهم دستور يا ريس إحنا مش كاتبين لنا طبعا وسائل الرقابة طبعا احنا نسقط اي حكومه نسقط أي احنا دي كلها شعارات فارغه ومحدش سقط ولا شعارات فارغه معركه الجنزوري معركه مصنوعه خصيصا للالهاء من وجهه نظري الشخصيه. بعتقد ايضا انه الكلام حوالين وسامحيني لما اقول كده الكلام هيضايق ناس كتير بس يعني سامحيني لما بقوله انا مش عايز يا جماعه نقعد نبص مره تانية للماضي ونقول الملف ضاع ومحكمهمش ومشوهم من هنا ومعركه الجمل ومعركه الفويل ومعركه كل ده كلام انا بعتقد انه حله الجذري الحاسم لما نستطيع نلاقي دستور نعمل دستور حقيقي ديمقراطي يضمن للبلد ده انها تعيش. لكن اللي حاصل ايه الشباب بيتحمسوا جدا يقول لك ايه ده اختفت موقعه معركه الجمل الملف القضيه فكل التركيز يروح في المنطقه دي فيما تيار معين اسمحي لي انا اقول راجل طازج فيما تيار معين قاعد مربط مرتب عارف مصطفى الجندي مش لا ده بيتكلم كتير وهيضايقنا في الجمعيه التاسيسيه لا بلاش مصطفى الجندي مصطفى النجار النهارده مصطفى النجار نواب الحريه والعداله ما عندين دخول الجمعيه التاسيسيه ترشيحه اصلا ما عندين ترشيحه اصلا في الجمعيه التاسيسيه يعني الشاب الوحيد اللي بينتمي للثوره والاكثر اعتدالا واتزانا ها اللي هو راح على طول اسس حزب وبدا يشتغل ما حارمينه من ان هو يبقى في الجمعيه التاسيسيه وبيتقال في كواليس البرلمان ما بين نواب الحريه والعداله لا مصطفى النجار لا بلاش. فانت بتتكلم حوالين ايه؟ بتتكلم ان حتى هذا العدد القليل من النشطاء الذين شاركوا في الثوره وكان عندهم امل حقيقي في التغيير وبعقليه معتدله ومتزنه ما هوش همجي ما هوش بيرمي مولوتوف ممنوع من دخول الجمعيه التاسيسيه او محروم منها او هيتعاند في الدخول. المعركه الحقيقيه هي معركه الدستور
اي حاجة تانية الان انا بعتقد انها من اللهو المحرم. انت بقى تضحك عليا وتقول لي اصل احنا عايزين نسقط حكومة الجنزوري، حتى هذا الشعار لاسقاط حكومة، انت حضرتك عارفة ان انا وهنا في البرنامج كنت واخد موقف من اختيار الجنزوري، لكن الان انا اقول انه الحديث عن تغيير الجنزوري قبل شهرين من التغيير الفعلي او 3 شهور من تسليم السلطة ده كلام تهريج. يبقى انت كده عايز تعمل ايه؟ عايز تاخد البرلمان اغلبية، تاخد الحكومة، تضرب انتخابات الرئاسة، فالبلد كلها تتأمم بدل ما يأمم 50 مليون عشان الفقراء والبسطاء، يتأمم البلد لصالح طيار واحد وحزب واحد. أنا بقول دي كارثة كبرى لا داعي لإلهاء أنفسنا بأي معركة سوى معركة الدستور. وفي يوم السبت بكرة ويوم السبت الحقيقة مسيرات مهمة جدا جدا دعا إليها شباب الثورة. شباب الثورة ينتفض من جديد طبعاً. في صفحة في الأخبار في المنشط الأساسي مسيرات حاشدة بعد غد يوم في اجتماع البرلمان تطالب بدستور لكل الناس والإعداد لمليونية في الميدان قبل 8 أبريل ما لم يتغير تتغير أسس تشكيل الجمعية الأساسية. هننتقل من استبداد إلى استبداد. طيب انت قلت استبداد السلطة التشريعية. المصيبة يا دكتورة هي اللي احنا عايشنا 50 سنة عندنا استبداد احدى السلطات وهي السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، وكانت هذه السلطة تضع الدستور وكانت برضو بتحدد مين السلطة التشريعية. لا لا ما هي لما احدى السلطات تبقى هي اللي بتضع الدستور لازمها تضغط نفسها. عشان كده بنقول لا يجب ان يكون احدى هذه السلطات من واضعي الدستور لان في تضارب مصالح. طيب هو اللي قاله دلوقتي ويجب ان يكون الدستور موضوع من الشعب ويسري على السلطات. يعني الباور الحقيقي والسلطه الحقيقيه هي مع الشعب. طب ما هو هنضمن ده ازاي؟ ما هو في التخوف. انا اسمح لي خالد كان كاتب مقال وانا جايبه، يعني هو بقاله كام يوم بيكتب مقالات مهمه جدا الدستور بخصوص ان حدود الحريه القادمه للمواطن المصري ستكون مرسومه في هذا الدستور، فلابد اننا نكون على انتباه شديد ووعي شديد بهذا الدستور ونركز عليه وما نفكرش في حاجه ثانيه. بتقول ستكون الديمقراطيه خاضعه لتصورات مسبقه لتيار واحد. صحيح. كان يعلن الكفر بهذه الديمقراطيه في الماضي ثم راى استغلال قيمها من اجل الانفراد بتحديد مستقبل مصر. ازاي هيحصل انفراد بتحديد مستقبل مصر؟ طب احنا لو انتخبنا الرئيس القادم، مش الرئيس هو اللي هيشكل الحكومه، الرئيس القادم طبقا للدستور انهي بقى هيحصل ايه؟ ما هو بقى ده اللي هيحصل. موديل بعدين انا هجيب الرئيس تاني، هجيب السلطه بقى التنفيذيه بقى ممثله في الرئيس تاني قبل موضع الدستور. لو جه رئيس على المزاج إيه؟ لو جه رئيس على المزاج يبقى تمام، لو ما جاش رئيس هنحجمه في الدستور في السلطه، هنخليه برلماني لان التوجه برلماني. يعني لو جه رئيس على المزاج للتيار الاسلامي هي متوجهه في ناحيه البرلماني. حتى وإن كان في الوقت الحالي بيقول لك طيب نمشيها شبه رئاسية، ولكن هو في التوجه وفي الاتجاه للبرلمان، وبالتالي لا يريد رئيس جمهورية قوي بأي حال من الأحوال. ده ضد أن يكون هناك سلطة برلمانية قوية. وإحنا مصر محتاجة إيه؟ مصر محتاجة الاثنين، محتاجة رئيس قوي ومحتاجة برلمان قوي، يحصل توازن. وقوة دي في إيه؟ في الشعبية. يعني لازم الرئيس اللي يجي يكون رئيس ب 80% خبط، رئيس الشعب بالزبط. المصري يشيله على كتفه ويقف ويضرب برجله. ده مش حاصل في المعادلة بتاعت المرشحين دلوقتي. ملك الملك، استنى لسه الباب ما قفلش. ملك الملك يعني يهب الملك لمن يشاء، يعني ممكن لغاية آخر يوم يطلع لك حد ويتقدم حد، وربنا يريد أن هذا الإنسان يرمي في قلوب المصريين حبه فيطلع. دي هتعمل وزنة مهمة جدا معانا، أن رئيس الجمهورية يكون ذو شعبية طاغية كما البرلمان هو في حالة طغيان. لأن الطغيان 80% النهاردة التيار الإسلامي عنده شعب وشورى تقريبا 80% يا خالد، لان الشورى ما حدش دخلها من الليبراليين في المسابقه، هم اخذوها تقريبا كامله. فاجمالي الاثنين 80%. 80% ده مش شيء مش طبيعي في الديمقراطيات. الديمقراطيات لا تزيد عن 60%. انا عايز اقول اقطعك في حاجه صغيره بس، كان قالها لي المستشار حاتم باجيتو امبارح امين عام لجنه الرئاسه، هم كانوا في المكسيك. قال لي في المكسيك في قانون دستوريا بقى، في بند في الدستور انه ما ينفعش حزب يزيد عن 60% باي حال. شفتي ليه بقى؟ حماية للديمقراطية من المزاج العام. ما هو في مزاج عام يقوم جايب لك ايه الوفد.
فالوفد يبقى اغلبيه، مزاج عام يجيب لك تزوير يجيب لك الحزب، ما ينفعش تبقى 60% عشان ما تعديش التلتين. ودي دستوريا، عشان كده بنقول معركه الدستور مهمه. ما ينفعش حد ينفرد بصناعه القرار للاخر في البلد. بس الواقع دلوقتي ان في عندنا حاجه اسمها اكثريه او اغلبيه. الاغلبيه دي اغلبيه محترمه ومقدره وجت بانتخابات، انا لا اشكك في هذا الامر، ولكن بقول ده كان مزاج حالي مرتبط بالاربع سنين دول. ما تيجي نجرب دول، ما تيجي نجرب يعني النور السلفي مثلا. حد تاني يا خالد، النور السلفي. انت وصفت ان في خطا قاتل في البناء او خطا بنيوي في تشكيل اللجنه التاسيسيه، قلت في يعني طبعا 50% في برلمان دي خطر، في استبداد بالراي، في يعني لا يوجد في كتابه اي دستور في العالم هذا التعنت وهذا الاستبداد بالراي. انا في تقديري لا طبعا، يعني ما يبقى 50% من نواب البرلمان. اولا النص الماده 60، وحضرتك يعني اكيد اكثر اطلاع مني في هذا الامر، انه دور البرلمان هو انتخاب الجمعية التسعين. ما حدش قال انها من البرلمان كلها. حتى في خلاف على تفسير هذا النص الدستوري. ولكن انا عايز بس خالد اختلف في الحته ديت كامر واقع يعني نعيشه. انا متفق معاك ان زي ما قلت في الاول ان المخلوق ما يخلقش الخالق طبعا. الخالق هو الدستور والمخلوق هو السلطه، السلطه القضائيه، السلطه التشريعيه، وبالتالي لا يصح ان المخلوق هو اللي يجيب الخالق. بالزبط. الدستور هو الاول وبعد كده المخلوق. بس احنا مزنوقين دلوقتي، ولكن احنا في واقع النهارده. احنا وعلى خلاص العموم ما تجيبهم كلهم البرلمان وبننتخب الرئيس. لا لا لا، في لجنه فنيه. بص فقهاء دستوريين، فقهاء دستوريين معاهم حد من كل مهنه. انا زي ما بخبط هنا، انا قعدت مع الدكتور سعد وكان في مجموعه من الفنانين وكانوا بيقدموا اسماء لجنه المية عشان لجنه المية، وتحدثنا مع الدكتور سعد الكتاب وتحدثنا في الجزئيه الفنيه. الناس بيقول لك ليه ما تجيبش قضاه يكتبوا؟ لا، ده في لجنه فنيه مش هتكون الا من الدستوريين ومن الفنيين لكي يصيغوا. لجنه المية هي وضع الروح والرؤيه. مثلا امريكا يجيب لك الفنانين وبتوع هوليوود يدوا له امريكا دي مثلا عايزينها بعد 100 سنه يبقى شكلها ازاي، فيبتدوا يحطوا رؤيه لهذا البلد على مدار 100 سنه. ده احنا النهارده عندنا مشكله ما بين جيلين، الاب واولاده مش عارف تكومينيكيت، يعني مش عارف يتكلم نفس اللغه معاهم. فانت النهارده محتاجه ناس عندها رؤيه كبيره عشان تبص ل 100 سنه قدام، تبص ل 50 سنه قدام، نفسنا مصر دي يبقى شكلها ازاي. وبعدين لما نحدد شكل مصر نبتدي نقول طب ايه القوانين اللي تكون موجوده عشان نصل لده. هو ده اللي احنا عايزينه بقى. انا متفق معاك. النهارده انت هتدي كل ده مليون في المية لنواب نجحوا بالقايمه، يعني نجحوا بالقايمه دول نجحوا مش كاسماء مش كاشخاص. معلش اللي انا يعني عايز اوصل له برضه حاجه، حتى لو 0% من البرلمان، ولكن البرلمان سينتخب 100% اللي هتيجي من بره. طب ما اللي هيجوا من بره، ما النقابات مع اسلاميين، المزاج العام رايح مع الاسلاميين، فهيبقى برضه في النهايه 80% من اللي هيتم انتخابهم هيبقوا من الفكر والتيار الاسلامي او الرؤيه الاسلاميه. فمش هتفرق كتير. ولكن اهم شيء دلوقتي زي ما انت بتقول، احنا عندنا دستور والدستور اساسه التوافق، فيا قوه يا اغلبيه يا اكثريه يا من بيدهم ال 80%، اعلموا جيدا ان الدستور ما بيتعملش بال 80%، الدستور بيتعامل بتوافق. الدستور فيه مبادئ أساسية عالمية يجب احترامها، وهي حقوق الإنسان المنصوص عليها في الأمم المتحدة. ديت لو دستورك يتعارض معها فدستورك غير دستوري عالمي. دي جزئية. الحريات نمرة 2، الشريعة النقطة الثانية بند الثاني في الدستور. ونضيف عليه كمان إن غير المسلمين لهم الحق في أحوالهم الشخصية أن يحتكموا إلى أديانهم. بالمناسبة دي احنا بنعزي إخواتنا الأقباط. وبرضو نسيت أقول حاجة، والله يا دكتورة كنت قايل أول حاجة أعملها، أنا بقول لأمي على الهوى يا رب يحفظك ويخليكي، وكل سنة وحضرتك طيبة. طيبة. والحقيقة يعني أنت عملتي رجالة، وأتمنى من الله أن احنا نكون على المستوى أن احنا نرد لك يعني جزء صغير من تربيتك. ودي برضو أخت الشهيد، وأنا متسمي على اسم شهيد، فبرضو من أم من أمهات المثاليات، مربية فاضلة تعبت قوي عشان تربينا، فيعني ربنا يخليها لينا ويدعينا وتدعي مصر كلها. وهي بتقول لي ما تقلقش يا مصطفى على الثورة، وضحكت وقالت لي اللي شبكنا يخلصنا، وربنا هو قائد هذه الثورة
وما تقلقش يا ابني البلد دي ربنا هيحفظها وهيخرجها ان شاء الله. فيعني دعواتك يا امي لبلدنا و... يا رب كل سنه طيبه يا امي. كل سنه وكل سنه وانت طيبه. احنا مش طالعين فاصل؟ يلا نطلع فاصل.